فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، كل عام وجزائر العز والكرامة والكبرياء والشموخ بخير وأمان. أيها الأفاضل، تقف قناة القرآن الكريم في أول محرم مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، الهجرة التي غيرت مصر العالم باعتبارها نقطة فاصلة توضح سبل التمكين لهذا الدين وطريقة تشكل النهضة الحقيقية للأمة في كل ظرف. وعليه تقدم قناة القرآن الكريم يوما موضوعاتيا مفتوحا بعنوان إلا تنصروه فقد نصره الله، يجمع بين البث المباشر والبرمجة المسجلة لقراءة أحداث الهجرة النبوية مع تقديم إسقاطات معاصرة يحتاجها المسلم منا في عالمنا اليوم أمام ما تمر به الأمة من مخاطر فكرية عقائدية وسلوكية. سنحاول من خلال هذا اليوم المفتوح رفقة ثلة من المشايخ والدكاترة أن نعيد ونجيب على التساؤل الرئيسي، وهو كيف نتمثل قيم الهجرة النبوية الشريفة سواء كنا أفرادا أو مجتمعات أو إنسانية كاملة تعيش هذا العالم في هذا التوقيت بالذات. ويشتمل اليوم المفتوح على ثلاثة محاور ولقاءات. المحور الأول وهو عنوان جلستنا الآن، لا تحزن إن الله معنا، من 10 إلى غاية منتصف النهار. ثم بعد ذلك يأتي المحور الثاني بعنوان وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، مع الزميلة إيمان أكسيل وضيوفها الكرام من 3 إلى 5 مساء. أما في السهرة سيطرح للنقاش المحور الثالث بعنوان وكلمة الله هي العليا، سيكون معكم الزميل لمين سلقجي رفقة ضيوفه الأفاضل من 9 إلى 10:30 ليلا. كونوا في الموعد. أيها الكرام، عام سعيد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، كل عام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تعي وصايا الحبيب تفهمها وتطبقها في حياتها ويومياتها. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ ونرحب بضيوفنا الكرام في هذه الجلسة الطيبة المباركة. يحضر معنا الإمام والأستاذ محمد بلعلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تحية لك أستاذة، تحية للضيوف الأفاضل، تحية لكل مشاهدي ومشاهدات قناة القرآن الكريم في هذا العام الهجري الجديد الذي نطلب من الله سبحانه عز وجل أن يكون عام يغاث فيه الناس، وأن يكون فيه عام يمكن فيه لإخواننا في الأرض المباركة في فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم، كما نسأله تبارك وتعالى الذي نصرنا على عدونا أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يرفع مقامهم في عليين وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. آمين، والحمد لله رب العالمين.
أمين يا رب العالمين. إذن مشاهدينا، نسأل المولى جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يعلي كلمة الحق، ونترحم في هذه الجلسة الطيبة المباركة على أرواح شهدائنا ومجاهدينا الأبطال الذين بفضلهم نالت الجزائر هذا الرابط المقدس الذي نحيا فوقه الاستقلال والحرية، ونحن ننعم بحول الله تعالى بهذا الأمان، ونتكلم عن هذه المجالس الطيبة، ونتكلم عن هذا بهذا الكلام الطيب في هذا اليوم المبارك. وتشرف جلستنا أيضا وجه من وجوه قناة القرآن الكريم الطيبة، البروفيسور في الشريعة الإسلامية عقيل حسين. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أهلا وسهلا بك أستاذة ابتسام، وأهلا بإخواننا الأفاضل في هذه الجلسة الصباحية الطيبة، فريق العمل. وعام الهجرة هو إن شاء الله يكون عام هجر السيئات والهجرة إلى الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى. رحم الله الشهداء الأبرار، ونحن على احتفالات عيد الاستقلال، وإن شاء الله الفرج القريب لأهلنا في بقاع الأرض كلها، كل مظلوم، ولأهل غزة خاصة. وتحية طيبة لكل مشاهدينا، وعام سعيد، عام الخير إن شاء الله علينا وعلى كل المؤمنين. أمين يا رب العالمين. ويشرف جلستنا الإمام والأستاذ أبركان بن عيسى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وللفريق العامل معك وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين والمشاهدات. شكرا على الدعوة، أسأله تعالى أن يهله علينا باليمن والخير والبركات إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. وتحضر معنا البروفيسور في الشريعة الإسلامية والاستشارية الأسرية سامية جباري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك على هذه الجلسة الطيبة بحضور الأساتذة الأفاضل، وأيضا تحية طيبة للتقنيين العاملين وللمشاهدين الكرام. نهني الأمة الإسلامية بهذا العام الجديد الهجري المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير، وهو يتقاطع مع عيد الاستقلال. وأكيد الهجرة وعيد الاستقلال يلتقيان في الكثير من المعاني وفي كثير من القيم. إن شاء الله يكون عام خير على بلادنا الحبيبة وعلى كل بلاد المسلمين وعلى غزة بالخصوص وأرض الرباط. بارك الله فيكم أستاذة سمية جباري. إذن ازدواجية الاحتفالية هو عام هجري سعيد وعيد استقلال سعيد. ومشاهدينا، قبل أن نستهل النقاش نتابع التقرير للزميلة ذهبية هامل ونعود. مع بداية كل عام هجري جديد، تستحضر الأمة الإسلامية حدثا ومحطة عظيمة غيرت مجرى التاريخ ومعالم الحياة. ومن خلال هذا الحدث كانت بداية التاريخ الهجري للأمة الإسلامية، وبداية تأسيس دولة الإسلام التي ما كان لها أن تقوم وترسى قواعدها الصحيحة لولا القائد العظيم نبي العالمين، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والظلم والقسوة والتكذيب ما لا تتحمله الخلائق كلها، لكنه صمد بصبره وحنكته. تحالف عليه الأعداء صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يضربوه ضربة واحدة ويتفرق دمه بين القبائل، وتآمروا وكادوا ومكروا، ولكن مكر الله أكبر. لم يسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نشر الدعوة الإسلامية من مكر الأعداء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاساه أصحابه من البلاء، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ثم لحق بهم إلى المدينة بعدما جاءه الإذن الإلهي. كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة طلب لا هجرة هرب. اتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحب البقاع إلى قلوبهم مكة. تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم. كانت الهجرة النبوية بداية لتأسيس مجتمع جديد قائم على المؤاخاة ونبذ العصبيات، وكانت أمراً ضرورياً حتى يستجمع المسلمون قوتهم.
كان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة بناء المسجد ليظهر فيه معاني الإسلام والدعوة وإعداد جيوش العلم والجهاد في سبيل الله. كانت الهجرة النبوية الشريفة منطلقاً للتغيير، شمل الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي الذي صقلته هذه التجربة القاسية لترك الوطن الأم، وركزت كل الاهتمام على العقيدة والنية الصادقة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مشكورة زميلة ذهبية هامل على هذه الورقة الشاملة والقراءة المتأنية والعميقة، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين مجددا في رحاب هذا اليوم المفتوح والبلاطو الأول بعنوان لا تحزن إن الله معنا، الذي تنظمه قناة القرآن الكريم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، عام هجري جديد. اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات، اللهم نصرا قويا عزيزا مبين لإخواننا في غزة وللمستضعفين من أمة الإسلام في كل مكان. ونستهل نقاشنا مع إمامنا وشيخنا محمد بالعالي. شيخنا محمد بالعالي، لقد عاشت البشرية والجزيرة العربية خاصة قبل البعثة النبوية في ظلالات الشرك والجهل، وفش فيها الفساد ودارت الحروب على أسباب واهية، وأصبحت البشرية على شفا حفرة من النار تحتاج إلى من ينقذها. تفصيلكم شيخنا في مقدمة هذه الجلسة الطيبة المباركة في ظلالات الشرك والجهل قبل نزول الرسالة المحمدية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نتوجه إلى الله عز وجل مرة أخرى بأن يجعل هذا العام مباركا، أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل بقاع الدنيا، آمين يا رب العالمين. طبعا هذا الإنسان لا يمكن أن تصلح له الحياة إلا باتصاله بوحي السماء، فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وأنزل له وبين له ذلك المنهج الذي يسير عليه. لكن الناس عبر كثير من محطات التاريخ، والله في كثير من محطات التاريخ، بدلوا وغيروا، وكان الله عز وجل الرحيم تبارك وتعالى دائما يبعث إلى الأمم الأنبياء ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب. لكن أيضا البشرية ما تلبث إلا وتبدل وتغير، وجاءت تلك المرحلة، مرحلة ما بين أو قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن ابتعد الناس عن صراط الله المستقيم وسادت الجاهلية، وعاش الناس في جاهلية جهلاء وفي ظلمات ظلماء، وكان الناس أحد رجلين، إما واحد من أهل الكتاب قد غير دينه وبدل دينه وحرف تلك الرسالة السماوية، وإما أناس كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه عز وجل، فعاشوا في ضلال وفي ظلام. كانت الجاهلية الأحد أو الواحد منهم ربما يصنع إلهه بيده ليعبده من دون الله سبحانه عز وجل. كان الناس يعبدون الأصنام، ما من بيت إلا ويوجد فيه صنم يسجد له ويتقرب إليه من دون الله سبحانه عز وجل، فكانوا يعيشوا في هذه الظلماء، ما تسمى بظلمات الوهم، الوهم الذي جعلهم في كثير من الحالات ربما ينكرون على النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث أن يجعل الآلهة إلها واحدة، ولكنهم لم ينكروا على أنفسهم كيف لهذا الحجر وكيف لهذا الصنم الذي نحتوه بأيديهم. يعني أنكروا على نبيهم أن يكون بشر، وما أنكروا على عقولهم أن يكون إلههم من شجر أو حجر. كانت من بين الضلالات التي عاشها أيضا أهل الجاهلية
سوء أخلاق في كثير من المناحي. نعم. فكان ربما بعضهم يستعبد بعض الناس. نعم. وكان الناس سادة وعبيد، بل كان الناس يباعون في الأسواق كما تباع البهائم، وأصبح الناس يشترون البشر ويستعبدونهم من دون الله سبحانه عز وجل. بل وصل بهم الأمر إلى أنهم احتقروا مثلا البنت. نعم. المرأة وأد البنات. وكان مشهورا عندهم وأد البنات. نعم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان إذا بشر أحدهم بالأنثى كما قال القرآن الكريم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. نعم. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كانوا أيضا في الجاهلية ربما يأكلون الميتة ويعبدون الأصنام ويؤذون بعضهم البعض، وكثير من الأشياء في الجاهلية التي جاء الإسلام بعد ذلك ليبين لهم أن لهم رب واحد سبحانه عز وجل. والناظر إلى القرآن الكريم في المرحلة المكية ربما منها يستنبط ما كان يعيشه الناس في الجاهلية، لما القرآن الكريم يركز على قضية عظمة الله وتوحيد الله وغرس الإيمان به في القلب، هذا يتبين لنا الحالة التي كان عليها الناس في الجاهلية. كان كما في صحيح البخاري إذا سافر الواحد من الناس أخذ ربما حجرا معه ليعبده، فإذا وجد حجرا آخر أفضل منه ترك الحجر الأول واتخذ الحجر الثاني إلها. كان ربما الواحد منهم يأخذ حبة تمر يستعملها كإله ويتخذها كإله، فإذا جاع أكل تلك الحبة. هكذا كان الناس ينظرون إلى الله سبحانه عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما نجد أيضا في المرحلة المكية القرآن الكريم يركز على قضية أخوة الناس وعلى قضية العدالة بين الناس وعلى قضية المساواة، يتبين لنا ذلك الحال الذي كان عليه الناس في الجاهلية. كانوا كما قلت يحتقرون بعض الناس ويستهزئون بهم. إذا نظرنا أيضا إلى القرآن المكي نجده يتكلم عن الآخرة، يتكلم عن لقاء الله، لأن الناس كانوا يظنون أنها أرحام تدفع وأرض تبلع، إنما الدنيا شراب ومنام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. نعم. أو كما كان ينظر أهل الجاهلية. فالحمد لله أن هذه الحقبة جاء بعدها هذا النور الذي الله سبحانه عز وجل شاء أن يكلف به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور والشرك. بارك الله فيكم شيخنا محمد بالعالي على هذا التأصيل والتفصيل في مدخل الموضوع. وفعلا وما نستخلصه أن البشرية كانت بحاجة ماسة إلى من يقودها إلى طريق مستقيم ويخرجها من تلك الأوهام والضلالة التي كانوا يعيشون فيها، ففيها حتى أن الكثير منهم من العقلاء في ذلك الوقت كانوا يبحثون عن دين سليم وعن عقيدة صحيحة. ونواصل نقاشنا مع أستاذتنا البروفيسور في الشريعة الإسلامية عقيل حسين. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجشي ملك الحبشة لما هاجر إليها: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. وفي ظل ما تفضل به شيخنا محمد بالعالي في مقدمة هذه الجلسة وعلى ضوء هذا القول، ماذا عن الأخلاق والسلوكات والعادات التي كان يتسم بها العرب في الجاهلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدوري أحييك أستاذة ابتسام، أحيي الأخوة الأئمة، أحيي صديقتي أختي الفاضلة دكتورة سامية. تشرفنا هذا اليوم أن نلتقي مع بعض في هذا اليوم المبارك، أول محرم سنة الهجرية الجديدة، إن شاء الله تدخل علينا بالخير والعافية وعلى المؤمنين والمؤمنات. أمين يا رب. وتحية طيبة للجميع. فعلا ابتسام، في السلوكات والعادات في الجاهلية في حقيقة نقسمها إلى قسمين أو إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره الأستاذ الفاضل على الشركيات، وما ذكره الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب حينما وصف حياتهم في الجاهلية وقارنها بين ما جاء به الإسلام وما كانوا عليه من قبل. إلا أن
شبه الجزيرة العربية نعرف بأن الأنبياء العرب كانوا من قبل، ومن بنى الكعبة الشريفة سيدنا إبراهيم ومن عمر عليه السلام، ومن عمر مكة المكرمة إسماعيل وقبيلته وأبنائه وأهله. فالعرب قبل الإسلام توارثت الحنيفية السمحة، دين إبراهيم ودين إسماعيل والإسلام. فهم لما كما قال أستاذ لما تتباعد المسافات والأزمنة يتيه الناس في غيهم، ويخرج الناس عن 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 طبائعهم وعن دينهم وعن أخلاقهم. العلماء حينما ضبطوا هذه المسألة، عصر الجاهلية قبل البعثة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كله شر. نعم بالدراسات وما أردت أن أنوه إليه من خلال هذه الجزئية. نعم. وأنا يعني قدمت لك بالحنيفية السمحة اللي هي بقايا، قالوا أن العرب كانوا يتسمون بالكرم وبالعطاء. جيد. نعم نعم. لما نوصف أنهم ورثوا دينا، ورثوا الدين الإبراهيمية وبقيمه ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. فهذه شبه الجزيرة العربية ومكة والمدينة وما جاورها، كان العرب حينما باتساع الرقعة في شبه الجزيرة العربية كما ذكرنا لديهم أشياء في سلوكياتهم اليومية تدل على أن حينما جاء الإسلام قبلوه. نعم. وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا وسلم. وإن نافسه أيقنوها في قارة أنفسهم، أيقنوا التوحيد والوحدانية ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كذبوا به أنه سيشاركهم في أموالهم وجاههم وغيره. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى لما نوصف الحالة العامة، أن قال العلماء المدققون في هذه المسائل أن لماذا جاء الإسلام في شبه الجزيرة العربية وليس في مكان آخر، قال الكثير من العلماء أن هؤلاء هذه البيئة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأقرب إلى الفطرة. لأن الناس بدلوا دينهم في الشعوب الأخرى وفي الديانات الأخرى، فكانوا أقرب إلى الفطرة، فجاءت جاء الدين الإسلامي عندهم. ما هو كيف كان قربهم إلى الفطرة؟ كان قربهم إلى الفطرة تجلى في بعض الأخلاق والقيم السامية التي النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى ذلك كان هناك توصيف لمكارم الأخلاق. نعم. نضرب بعض الأمثلة. من الأمثلة في مكارم الأخلاق في عند العربي أنهم كانوا أهل سقاية يسقون الحجيج ويطعمونهم وإطعام. نعم. نعم. يقومون بهذا العمل. فهذا الكرم، كان هناك الكرم، كان هناك نصرة المظلوم، كانت هناك عندهم خلق حاتم الطائي خلدته دواوين الشعر العربي بكرمه وما كان يقدمه. حينما لا يجد ما يقدمه لضيفه ينحر فرسه التي يحتاجها. الإيثار، الجود، الكرم، النصرة، نصرة المظلوم. آجرنا من آجرت يا أم هانئ. نعم. حينما يأتي الإسلام وأم هانئ من أين أتت بهذا السلوك وهذا الخلق؟ من عوائدهم التي كانت عندهم في قبل الإسلام، من إغاثة الملهوف، إكرام الضيف، المسافر. نعم. يطعم سميلي عنترة بن شداد حينما شجاعه الإقدام والقوة والفروسية والقوة واحترام الجار، حينما كان يقول وأغض الطرف إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي دارها. فغض الطرف لحرمة الجار، حرمة الجوار، حرمة الأهل. هذه الصور الجميلة. هند بنت عتبة حينما جاءت لتسلم وما فعلته في طريقها، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تبايعنا البيعة وأعطى للنساء شروط البيعة. نعم. حينما وصل ألا تسرقنا ولا تزنينا ولا تقتلنا أولادكنا، قالت له أو تزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالفاحشة موجودة، لكن الحرة العربية في ذلك الوقت من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم اختير من قريش واختير من آل هاشم. هذا الاختيار عائلة في عائلة، كانت العرب تمجد الأنساب. نعم. علم النسب تمجد الأنساب. فصور من الحياة الاجتماعية، من السلوكات الجيدة الإيجابية
إضافة إلى كما كانوا يقول أساتذة الشركيات وعبادة الأصنام، حتى حينما ناقشوا هذه المسألة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقربنا إلى الله زلفى، معناها بقايا الوحدانية بقايا الحنيفية من سيدنا إبراهيم كانت موجودة، فهؤلاء الشعوب كانت أقرب إلى الفطرة مع كل ما ذكره التاريخ من الشرك ومن الأمور المتعلقة بالظلم وما ذكره جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. فبالتالي من هذا الباب أبو طالب حينما جده وعمه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وصف العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قبيلته كانت تصفه جاء محمد الأمين. نعم، جاء محمد الصادق الأمين. إذن يفهمون ما معنى الصدق عليه الصلاة والسلام، إذن يفهمون ما معنى الصدق، ما معنى الأمانة. فوصفوه بأحسن هذه القيم لأنهم كانت عندهم قيم، وكانت عندهم خلق، وكانت عندهم سلوكات حسنة. فإذا التفاوت في الشركيات والتفاوت في الأخلاق والتفاوت في محاسن العادات ومحاسن الأخلاق بينهم وبين الشعوب الأخرى كان كبيرا، وعليهم اختير النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. بارك الله فيكم أسرتنا في التفصيل في هذه الجزئية المهمة، وأنه كان من الأخلاق الحميدة بمجتمعات العرب من الكرم والجود والعطاء والإقبال والإقدام، وهذا الأمر الذي جعل هذه الرسالة تنزل عند هذا في هذه البقعة الطيبة المباركة. وسبحان الله، الإسلام بتشريعاته الحكيمة مشاهدينا غير تلك الصور والعادات والأحكام الجاهلية وأبدلهم خيرا منها. لكن شيخنا أبركان بن عيسى، لقد واجهت الرسالات والدعوات الإلهية محاولات جاهلية لطمس معالمها وتشويه مبادئها، ولعل من أخطر ما واجهته الرسالات تزييفها وتحريفها من قبل بعض اليهود والنصارى، محاولين أن يخضعوا الدين لأهوائهم ويستهلكوا أهدافهم خدمة لمصالحهم الشخصية. فماذا عن التحريف الذي طال الرسالات السماوية قبل نزول رسالة الإسلام؟ بارك الله فيك، شكرا. دعيني بداية أقول لك بأن القرآن الكريم جاء ليختم بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسالات السابقة عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك ليصحح مفهوم الإنسانية في العصر الجاهلي الذين كانوا يعكفون على عبادة الأصنام كما تفضلت الأستاذة قبل قليل، وكانت المجتمعات في ذلك يعني تختلف على حسب مشاربها وثقافاتها المتنوعة والمختلفة. الكتب السماوية السابقة طالها التحريف، وهذا ما صرح به القرآن الكريم حينما قال في سورة الأنعام: قل ما نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. هناك أدلة كثيرة تثبت بأن الذين كانوا في عاصروا الأنبياء قبل رسالة الإسلام، لماذا؟ الأنبياء جميعا جاءوا من أجل هدف وغاية واحد، وهو توحيد الله، عبادة الله سبحانه وتعالى. كيف يحرر الإنسان؟ أي نبي بعث إلى قومه من أجل أن يحرر ذلك العقل الإنساني الذي كان جامدا لا يفكر إلا في أشياء جامدة. أراد القرآن الكريم أن يلفت الانتباه وأن ينير عاطفة الإنسان، يدغدغ مشاعرها، ليثبت له بأن هذا العقل عليه أن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فبعث لهم الأنبياء، جاءهم بالتوراة والإنجيل ويعني الكتب السماوية جاءت من أجل إخراج الناس من عقيدة الضلال الذي كان يتحدث عنها الأستاذ قبل قليل، من عبادة الشرك، ليحرر الإنسان من تلك البقعة الضيقة التي ربما سادت عنهم، زادت في الله واحد أحد، بأن الله واحد أحد. لذلك ترى الخطاب القرآني يأتي بصيغ كثيرة في 50 مرة يكرر كلمة العقل: أفلا يتدبر أن تكون لهم قلوب يعقلون بها، من أجل أن يركز على الإنسان ويحرره من تلك الشركيات التي كانت ربما سيطرت عليه. ولذلك الأستاذة تحدث ذكرتني بأن الكتب السماوية التي جاءت على حسب كل نبي جاء إلى قومه، هي كتب جاءت من أجل أن تحرر الإنسان، جاءت من أجل أن تدعو إلى عقيدة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النصارى يتفلسفون في قضية هذا النبي وكذا ويثلثونه على أنه إله روح القدس والابن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أخي عيسى حيما وسعه إلا اتباعي
معنى ذلك ما جئت به أنا وجاء به عيسى والأنبياء قبلي لا يخرجون من مشكاة واحدة، وهي دعوة هؤلاء إلى العقيدة الصحيحة ليتحرر فكر الإنسان وليعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. لذلك هناك أخلاق ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء أولئك القوم إلى رسول الله بعد أن اعتنقوا الإسلام، قالوا له كنا في الجاهلية 15 خصلة نتحلى بها، فإن قبلتها تمادينا بها وإن رفضتها تركناها يا رسول الله. فبدأوا يعددون منها الحرمة، الوفاء بالعهد، الغيرة المفرطة التي كانت معروفة عند القبائل، إلا أنه كانوا هناك وثنيين وكانوا هناك أهل كتاب. لذلك الكتب السماوية جاءت من أجل أن تحضر الإنسان وتبين له بأن القرآن الكريم الذي سيأتي مستقبلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى هو خاتم الأنبياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فجمله وأحسنه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون حوله ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا خاتم لأن اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. معناها تصحيح لمفاهيم الناس الذين قاموا بالتحريف والذين قاموا بالتزييف. والآن هؤلاء النصارى واليهود الذين يدعون أنهم أصحاب كتاب وأهل كتاب، هذه لم تعد كتب سماوية، الآن حرفت ولت أديان. أصبحت ولذلك عبر القرآن الكريم ومن هذا من ليصحح مفاهيم عدة عن هذا التحريف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأصبح الناس يعيشون في ضلال لأنهم قاموا بتحريف. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعرفون حقائق الأمور هكذا، والأدلة واضحة كاشفة لهم على العيان أبا عن جد، ولكن يرفضونها. ولذلك جاء الإسلام من أجل أن يصحح مفاهيم الناس وأن يخرج الناس من ظلمات الوهم إلى نور الفهم ويصحح عقيدة الناس. لذلك دائما نذكر إحنا لما الأستاذ يتحدث على لما النبي صلى الله عليه وسلم آوى وقال سيدنا أبو بكر لما قال لو نظر أحدهم إلى الأسفل رأنا يا رسول الله، قال لا تحزن إن الله معنا. ذكرتني بأن التوكل على الله واليقين بالله عبادة عظيمة ترسخ في قلوب الجلسة، شعار هذه الجلسة. وبالتالي لا بد للإنسان أن يتفكر، والقرآن الكريم دائما صحح مفاهيم تلك الشعوب التي عاشت في فترة من الفترات. ومهما تكالب الناس حول موضوع مثلا تشويه الإسلام وإدخال بعض من النقائص على القرآن الكريم، فإن هذا القرآن الكريم سيبقى محفوظا ما بقيت السماوات والأرض، لأن الله تكفل بحفظه حتى وإن تخلى الناس، كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال إلا تنصروه فقد نصره الله. وبالتالي ينبغي للأمة أن تتفكر بأن موضوع الهجرة والحديث عن هذه الأمور ليس مجرد عبارات فقط نستذكرها مناسبة دينية كلما جاءت نستذكرها، ينبغي أن تكون مرحلة جديدة لحياتنا. ينبغي للإنسان أن يجدد الإنسان حياته ويجدد العهد مع الله ويجدد حتى يقينه مع الله. لأن لما نشوف الناس الآن يتحدثون ويصلوا ويعني ويبذلون جهدا كبيرا في باب الطاعات، ولكن اليقين بالله والعقيدة يعني ضعيفة جدا بالنسبة لنا. أحسن الله إليكم شيخنا أبركان بن عيسى، وفعلا فيما تفضل به شيخنا وأنه هذه الرسالات أفرغت من محتواها وغدت مشوهة لا تمثل فكرة الإيمان الحق. وقد تحدث القرآن الكريم كثيرا عن هذا التحريف في معرض حديثه عن اليهود والنصارى بكتابه جل وعلا، وهذه المجالس تهفو دائما بذكر الرحمن أكثر من ذكره. مشاهدينا الأفاضل وصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستاذة سمية جباري، اختلفت أحوال المجتمعات قبل البعثة تبعا لاختلاف دياناتهم، لو تصفي لنا الأحوال الاجتماعية والاقتصادية عند العرب والفرس والروم قبل نزول الرسالة المحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بداية أقول أنه عندما نريد أن نتحدث عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية أكيد سأتقاطع مع الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني، لأنه الحديث عن الأحوال الاجتماعية والحديث عن الأخلاق، عن السلوكيات، عن المعاملات، وحتى لا يعني أكرر ما قالوا، ممكن أنا أركز على مسألة الأخلاق والقيم التي كانت موجودة، وكما ذكرتها الأستاذة الفاضلة عاقلة حسين يعني في شخص
شقيها، سواء كان الشق السلبي الذي هي عبادة الأوتان، شرب الخمر، الزنا، زنا المحارم، أكل أموال الناس، الضلالة والشرك وغيرها، إلى جانب الأخلاق الحميدة التي اتصفت بها المجتمعات العربية. أتحدث عن المجتمع العربي، ثم فيما بعد نتحدث عن المجتمعات الأخرى. ما يمكن أن أضيف في هذه النقطة هي ما تميزت به العرب قبل البعثة النبوية هو مسألة العشيرة والقبيلة. كان النظام القبلي والنظام العشيرة هي التي تحكم تلك المجتمعات، لا سيما في شبه الجزيرة العربية، يعني السيادة السيادة هي للقبيلة ولشيخ القبيلة وللعشيرة، معناه كل الذين ينضمون داخل هذه العشيرة من أبناء الدم الواحد والنسب تضمهم هذه العشيرة، تحميهم، تدفع عنهم الظلم، تأخذ بثأرهم، تنصرهم إذا استنصروهم، يعني هي الدرع الواقي والدرع الحامي. فالنسب هنا نعم النسب هنا هو والدم هو الذي يحكم هذه الإقطاعات إن صح التعبير، يعني بمصطلح آخر مصطلح العشيرة والقبيلة. فما كان يحكم النظام الاجتماعي آنذاك كما قلت هي العصبية القبلية، هي نظام الثأر والنظام المشايعة. المشايعة معناها مشاركة بعض القبائل أو أهل الأراضي الزراعية والماء ما دامت تربطها مصالح معينة، وأيضا التحالفات التي كانت موجودة آنذاك. يعني هذه تقريبا هي الأمور المهمة في الجانب الاجتماعي التي كانت تربط العرب فيما بينهم، سواء كقبائل أو كذوي مكانة رفيعة في المجتمعات، لأنه المجتمع العربي أيضا فيه طبقية، أيضا فيه نسب عالي، فيه نسب وضيع، فيه رقيق، فيه عبيد، يعني فيه مختلف هذه الطبقات والشرائح. الدين الذي كانت تدين به شبه الجزيرة العربية هو التوحيد بطبيعة الحال، قبل أن يأتي عمر بن لحي الخزاعي، هو الذي أدخل الأصنام إلى شبه الجزيرة العربية، هو الذي أدخل عبادة الأصنام، فتحول العرب آنذاك من عبادة التوحيد وابتعدوا عن دين سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الأصنام، وكما ذكر شيخنا أنه كان من يصنع الإله من التمر ثم يأكله، وما أقره سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يتذكر هذه الحادثة، فأحيانا يضحك وأحيانا يبكي على ابنته، وخاصة وأد البنات الذي كان منتشرا. بالنسبة لي مسألة أخرى هي مسألة تدخل في الجانب الاقتصادي، حتى لا أطل أحاول أعطي النقاط الأساسية. جميل. كانت البادية تقوم على النظام الرعي، رعي الماشية والأغنام وما ينتج منها بطبيعة الحال من مشتقات هذه مشتقات هذه الأنعام والرعي وكله. أما في المدن كان يطغى عليها الجانب الزراعي، الجانب التجاري والجانب الصناعي. أهم تميزت به هي النخيل، بساتين النخيل، العنب، الخضروات، القمح بالخصوص. في الجانب الصناعات أيضا برزت في شبه الجزيرة العربية، حتى نأخذ فكرة، لأنه أحيانا عندما نتحدث عن الماضي وعصر الجاهل وشبه الجزائر العربية، كثير من أبنائنا لا يدركون أنه كانت هناك صناعات رفيعة كالحديد، كالنحاس، كالفضة، كالذهب، صناعة الأسلحة، كانت هذه كلها موجودة آنذاك. نعم. إضافة إلى الحديد وصناعة الأسلحة والحلي غيرها كانت موجودة وبشكل كبير. بينما إذا تحولنا إلى الفرس لم يكن فيها دين توحيد طبيعة الحال. نعم. الدين كانت المجوسية. قبل المجوسية كان شاع عند الفرس عبادة الآلهة المتعددة، أحيانا يعبدون إلهين من الطبيعة، الشمس ولا القمر أو السماء، أحيانا آلهة الخير، آلهة الشر، يعني صورة مرعبة نوعا ما عندما نتحدث نحن عن التوحيد ونتحدث عن الشرك. نعم. ثم تحولوا إلى عبادة النار على أساس واحد، أنها إذا عبدوا النار سيتقون حريقها في يوم القيامة كما يزعمون. شاعت فيها في الجانب الاقتصادي مثلها مثل الروم، يعني أو في الجانب المعاملات الاجتماعية هو مثلا الربا، المكوس والضرائب، قضية الزراعة أو الصناعة كانت موجودة لكن بشكل أضعف مما نراه مع القبائل العربية. لم تكن هناك عدالة اجتماعية، كثرة الزنا. لاحظي في المجتمع الفارسي عند الفرس كانت المرأة تعامل معاملة الرقيق، وأحيانا الرجل يتبرع ويتنازل عن زوجته لرجل آخر. نعم.
يعني في مرتبة أنه يتنازل، وكانوا كان عندهم زنا المحارم. يعني كل هذه الأمور شاعت سواء في الجزيرة العربية أو عند الفرسي أو الروم، نفس الظواهر الاجتماعية تقريبا يعني متقاربة، الظلم، أخذ أموال الناس. ثم أنه في المجتمع الفارسي عند الفرس كان الذي يسيطر هي النسب والملكية، ولا يمكن لغير النبلاء أن يرتقوا إلى مرتبة النبلاء. معناها أي شخص ولد في مولد معين في مرتبة معينة لا يفكر إطلاقا أن يرتقي إلى مرتبة أعلى. هذا بالنسبة للفرس. ثم بالنسبة للرومي كانت الإقطاعية، عدم وجود عدالة اجتماعية، وكان ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وإن كانوا يدينون بالنصرانية إلا أن النصرانية حصرت في العبادات والشعائر بين الإنسان وخالقه لا يتعدى ذلك، وأن القيصر مختار من الله ولا بد أن يطاع ولا بد أن تكون كلمته العليا. هذا بشكل مختصر عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية. بارك الله فيكم أستاذتنا على جملة ما تفصلتم به من نقاط عريضة وخطوط مفهومة جدا، ومن جملة ما تفضل به ضيوفنا الكارم في هذا المحور الأول من هذا البلاطو، نخلص إلى القول بأن العالم يوم ذاك كان بحاجة ماسة إلى رسالة جديدة تعيد للتوحيد صفائه وللأخلاق قيمتها، وتأخذ بيد الإنسان إلى بر الأمان نحو الحق والخير والعدل، بعد أن ساد الشرك والظلم وطال أزمنة طويلة وانحرف الناس عن تعاليم الأنبياء. إذن مشاهدينا، كانت هذه ظروف البيئة والمجتمع قبل نزول البعثة النبوية والرسالة المحمدية. نتابع تبريكات العيد العام الهجري الجديد مع الزميلة فلا بن كردو ونعود. نهنئ الشعب الجزائري والشعوب الإسلامية وحتى الإنسانية عندما نستقبل هذا العام الهجري، لأن فيه رمزية خاصة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام كان مهداة للبشرية وللعالم أجمع. ولذلك الاحتفال أو إحياء ذكرى المحرم أو ذكرى الهجرة هي ذكرى ليست للمسلمين فقط ولكن للإنسانية جمعاء. ونحتفل ونستقبل هذه السنة الجديدة مع ذكرى مزدوجة للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. وهنا تلتقي ذكريات الأزمنة، زمن الهجرة الذي كان فتحا جديدا وبناء دولة إسلامية فتحت العالم، وذكرى استرجاع سيادة لوطن احتل قرن وثلاثين سنة وأصبح هذا الوطن هو رمز أيضا للتحرر في إفريقيا. نتمنى هذه الذكرى العطرة، ذكرى استقبال العام الهجري واسترجاع السيادة، أن يكون فال خير للفلسطينيين وأن يتحرر الفلسطينيون وتكون عاصمة دولتهم القدس الشريف، وأن يرفع الله عنهم هذا الظلم، وأن يتعاون العالم من أجل دحر ورجع هذا ورد هذا العدوان الصهيوني على إخوتنا الفلسطينيين. كما نتمنى في هذا الذكرى المباركة، ذكرى محرم وعاشوراء، أن يتحد العالم الإسلامي وأن يصفي العلاقة والمحبة بين بعض الشعوب مثل الشعب في السودان وفي غيرها من البلدان الإسلامية التي تعاني من عدم الاستقرار ومن أيضا التفتت في الوحدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن أيضا يجعل من الشعوب الإفريقية شعوب متقدمة وتستغل ثرواتها وتعيش الاستقرار والأمن، كما نتمنى لشعبنا ولرئيس الجمهورية أن يوفقه الله في ما رسمه من خطط لهذا البلد. ونحن أيضا مقدمون على انتخابات، إذا نحن نعيش أجواء خاصة في الجزائر، أجواء الذكرى الاستقلال ودخول العام الهجري وتحضير الانتخابات، وهي كلها فأل خير على الجزائريين ليكونوا موحدين ومتقدمين إن شاء الله. بهذه المناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، نتمنى كل الخير للأمة الإسلامية وللجزائر، إن شاء الله تعود علينا بالخير والبركات. ولا ننسى إخواننا في غزة، بحيث نتقاسم معهم المأساة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ترفع عليهم هذه الغبن وأن يستعيدوا كل ما الخير والبركات التي نتمناها لهم ولجميع الأمة الإسلامية. الاحتفاء والاحتفال بحلول السنة الهجرية الجديدة 1446، وكذلك بمناسبة عيد الاستقلال
هذه الذكرى العزيزة على كل مواطن ومواطنة. إنها لذكرى بالذكريات تحيي النفوس وتلهم القلوب وتجعل جميع الشباب خاصة بل والأطفال بل والشيوخ تجعلهم يرتبطون بتاريخهم الإسلامي عبر ذلك تلك الهجرة النبوية ويرتبطون بتاريخهم الوطني من خلال عيد الاستقلال. ونزف أيضا تحية طيبة خاصة إلى إخواننا في فلسطين ونقول لهم كما غيرت الهجرة مجرى التاريخ ستغير غزة مجرى التاريخ إن شاء الله، كما غيرت ثورة التحرير مجرى التاريخ وكان بها الاستقلال سيكون إن شاء الله الاستقلال لإخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى كما نصرنا في الجزائر أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يلهمهم القوة والسداد والتوفيق وأن يرزقنا أن نشاركهم فرحة النصر إن شاء الله عن قريب. أهلت علينا السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله بموفور الصحة والعافية والهناء للأمة الإسلامية جمعاء وللحضور الإسلامي في هذه الأرض التي ندعو إلى أن يكون حضوره فيها على أتم ما يكون صحة وعافية حتى تمكن الأمة الإسلامية من أداء الدور المنوط بها والدور المنتظر منها في حاضر الإنسانية وفي قابلها. الأمة الإسلامية اليوم تحتاج إلى أن يلم شتاتها وإلى أن تستجمع تفاصيلها لكي تكون أكثر حضورا ولكي تقوم بدور هو دورها الحقيقي ولكنه اليوم للأسف الشديد دور محجم. نرجو له في قابل الأعوام عافية وفاعلية وقوة أكثر. كل عام والأمة الإسلامية بخير ومن يحيط بي من هذه الوجوه الجميلة بعافية وأمان، وإن شاء الله مواعدنا القريبة واللاحقة مواعد خير وصحة وعافية وجمال وحق وفضيلة وما إلى هذا. مشكورة زميلة في اللبن كردو على هذا الإعداد. وعام هجري سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى كما نصر الجزائر أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن نشاركهم تلك الفرحة قريبا عاجلا غير آجل. وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين مجددا في رحاب هذا البلاطو الأول بعنوان لا تحزن إن الله معنا من هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه قناة القرآن الكريم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. ومعنا الشيخ عمار محجوبي، وجه من وجوه قناة القرآن الكريم، يقدم تبريكات العيد بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكل عام وأنتم بخير، وجعل الله عز وجل هذه السنة سنة خير للجزائر وللأمة الإسلامية قاطبة وخاصة لإخواننا في فلسطين المحتلة. نرجو الله لهم النصر المؤزر بإذن الله عز وجل. ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية، أطال الله في عمركم وقدمتم الكثير لهذا الوطن الحبيب الجزائر، وأطال الله في عمر كل علماء الجزائر وعلماء الأمة الإسلامية جمعاء. ونواصل نقاشنا مشاهدين الأفاضل مع ضيوفنا الكرام وشيخنا محمد بالعالية.
قال تعالى في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العظيم. الله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير، اصطفى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخصه بخصائص كثيرة، وبعثه بالدين القويم رحمة للعالمين وللبشرية جمعاء. ماذا عن الاصطفاء والاختيار الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الغايات والمقاصد من هذا الاختيار التي ينبغي علينا الاستفادة منها في يومنا هذا؟ أولا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله خيارا من خيار. كانت تتكلم الأستاذة بل كل الأساتذة عن تلك المرحلة التي فيها بعض هذه الأخلاق الفاضلة والاعتزاز بتلك الأخلاق الفاضلة، وكان القمة في ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا محمد الغزالي رحمه الله لما يتكلم عن اصطفاء المولى عز وجل للأنبياء والرسل يقول: إن الله عز وجل حينما يختار لرسالته يختار القمم ولا يختار السفوح، يختار أولئك الذين تمثلوا تلك الأخلاق العالية وعلى رأسهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل اختار النبي عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار، اختار بني إسماعيل من العرب، ثم اختار قريش من بني إسماعيل، واختار محمد عليه الصلاة والسلام من هؤلاء جميعا عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام نجد ذلك النسب الشريف كما أشارت الأستاذة، النسب الشريف إلى آدم عليه السلام، فهو يرجع إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يحمد الله سبحانه عز وجل أن جعل مولده من نكاح، من زواج، ولم يجعله من سفاح، بمعنى أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم كله كان بالطريق الشرعي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تكريم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم هو دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا، فكان استجابة المولى عز وجل لنبيه إبراهيم بأن جعل هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الذرية. هو بشارة سيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر في الحديث. إذا نظرنا إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام نجد ذلك الاصطفاء. أشارت الأستاذة إلى ما كان يلقب به عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، كان يسمى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وتخيلي معي رجل يعيش في قوم كل الناس ينظرون إليه أنه ذلك الصادق الذي لا يمكن أن يكذب أبدا، فالخبر الذي ينقله صادق، الموقف الذي يتخذه صادق، إذا كلف بأمانة سيحفظها عليه الصلاة والسلام. ولذلك من العجب حتى بعد البعثة كانوا يتركون أماناتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مرحلة الهجرة بل في ليلة الهجرة ترك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من ورائه، ومن بين ما كلفه به كلفه أن يرد الأمانات إلى أهلها. تخيلي معي أن لأبي جهل مثلا أمانة عند رسول الله ويكذبه وهو يكفر به وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومع ذلك الأمانة نتاعو كانت متروكة عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان يسمى بالأمين حتى أنه لما اختلفت قريش مثلا في بناء الكعبة المشرفة وقرروا أن يحتكموا إلى أول رجل يدخل عليهم، فجاء محمد عليه الصلاة والسلام قالوا رضينا بالأمين حكما، رضينا بالأمين حكما. من بين الاصطفاءات التي اصطفاه الله عز وجل بها ما شهدت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها أمنا، حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل عليه أول الوحي من أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، جاء إلى خديجة وقال لها: زملوني زملوني دثروني إني خائف على نفسي. فأمنا عائشة، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت له صفات، هذه الصفات هي اصطفاء في الحقيقة، اصطفاء من الله عز وجل لحبيبه عليه الصلاة والسلام. قالت له: والله ما يخزيك الله أبدا، أنت مستحيل أن الله عز وجل يضيعك، إنك تصل الرحم، إنك تحمل الكل، إنك تكسب المعدوم، تقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن هذه الأخلاق
من الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بها؟ لم يكن هناك وحي مثلا، لم يكن هناك مثلا وحي سماوي يضبط أخلاق الناس، بقيت تلك البقايا من الحنيفية السمحة، وكان عليه الصلاة والسلام يرى أن هذا من صفات الإنسان السوي. ننظر إلى الجانب الآخر مثلا، وهو الجانب حتى جانب عبادة الشرك أو عبادة الأوثان مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته صلى الله عليه وسلم لم يتلوث مثلا بأن يعبد مثلا صنما أو أن يسجد لإله من الآلهة المزعومة عليه الصلاة والسلام. لم يسمع أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم من اصطفاء الله عز وجل له حتى مثلا ما كان مشهورا عندهم من الغناء أو الغير ذلك. لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة، وهو يذكر هذه القصة عليه الصلاة والسلام، لما سمع بقوم في مكان معين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ذلك المكان لينظر ماذا يفعلون وماذا يقولون، وكان في ذلك المكان وذلك الاجتماع شيء من الغناء، فضرب الله عز وجل على سمع النبي صلى الله عليه وسلم ونام عليه الصلاة والسلام، ولم يستيقظ إلا والناس قد انفضوا ولم يسمع شيئا من هذا صلى الله عليه وسلم. هذا اصطفاء أيضا من الله عز وجل لحبيبه عليه الصلاة والسلام. من اصطفاء المولى تبارك وتعالى لنبيه أيضا صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، هو تلك التربية التي ترباها، بل حتى المعيشة التي عاشها عليه الصلاة والسلام. في تربى يتيما صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يريد أن يقول للناس جميعا أن هذا الذي اخترته لحمل الرسالة إنسان لا فضل لأحد عليه إلا رب العزة سبحانه عز وجل. يفقد الوالد نتاعو، يفقد الوالد نتاعو ومازال في بطن امه، ويفقد الام نتاعو هي مازال ست سنوات. ثم حتى هذيك الكيفيه التي تربى بها عليه الصلاه والسلام، وكانت تتكلم الاستاذه الفاضله على بعض، والاستاذه ايضا على بعض الصفات التي كانت موجوده عند العرب، كان يذهب ليتربى على تحمل المسؤوليه عليه الصلاه والسلام. هو صغير يبعث في باش يرضع، يروح الى باديه بني سعد، وتخيلي معايا يترك أهله ويترك الناس اللي ثم ويروح وهو صغير ويبقى هناك، وكان يخرج حتى مع أخيه من الرضاعة لرعي الغنم. وما قصة شق الصدر إلا دليل على ذلك، لما خرج يرعى بالغنم فهو خلى أهله، خلى عشيرته، وتعلم على تحمل مسؤولية الغياب عنهم. أيضا كان يروح يرعى، ثم بعد ذلك كلف عليه الصلاة والسلام بالرعي، حتى أنه قال في الحديث ما من نبي إلا ورعى الغنم. كان هذا اصطفاء أيضا، لأن الإنسان إذا رعى الغنم ويرعى الغنم راح يحافظ عليها، راح ينظر إلى الضعيفة فيها، إلى ربما تلك التي لا تستطيع أن تواكب أخواتها، ليؤهل بعد ذلك لرعاية الأمم وحمل هذه الرسالة العظيمة. فهذا نوع من اصطفاء المولى عز وجل لحبيبه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك جاء الاصطفاء العظيم جدا، وهو أن يختار لحمل هذه الرسالة الخاتمة، وأن يكون صلى الله عليه وسلم هو الذي الهادي للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا شيخنا محمد بالعالي، والحديث عن خير الخلق والأنام وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم يطول ويطول مشاهدينا الأفاضل، وعن هذا الاصطفاء الحقيقي بفضل هذه جملة هذه الصفات تمكن خير الخلق والأنام من حمل هذه الرسالة العظيمة وهذه الأمانة الثقيلة ونشر الهداية للأمة جمعاء وللإنسانية قاطبة. ونالت أمة الإسلام مكانة بين الأمم مما يؤهلها للفوز بالجنان والرضوان إن التزمت بهدايا الحبيب وبهديه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا المنشد العالمي عبد الرحمن بوحبيلة لتقديم تبركات وتهاني العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا الأخت ابتسام، تحية لك ولكل الضيوف الأساتذة والدكاترة والشيوخ الذين ينورون مجلسكم هذا في هذا اليوم المبارك الأغر والمحرم المصادف ل 1446، إن شاء الله جعله الله عام خير وبركة وفتوحات إن شاء الله. كل عام ونحن على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، خير أمة استطاع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على سنته وعلى هذه النهج القويم، ولقناة القرآن الوسطية والاعتدال
دوام الازدهار والتألق والتميز إن شاء الله. فكل عام والجزائر بخير، مزدهرة مستقلة، وإن شاء الله لا يأتي العام المقبل إلا وفلسطين إن شاء الله محررة مستقلة إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم المنشد عبد الرحمن بوحمبيلة، وعلى تعاونكم الدائم مع قناة القرآن الكريم. ومعنا أم محمد المتابعة الوفية لكل برامج قناة القرآن الكريم، أم محمد بن معسكر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي ابتسام، كيف الحال؟ كل عام وأنت بخير. والله رحمة، نحن في فضل ونعمة وعدل، كل صفات وكل المعاني الجميلة التي يعني نتمناها أن تكون بيننا. سلام على معلمينا في هذه يعني هذا الصباح المبارك، في هذا اليوم المبارك، أول يوم في عامنا الهجري الجديد. وإن شاء الله يا ربي، أنا دائما نقول بنتي نشعل يعني شمعة جديدة، لا نقول أطفأنا شمعة، وإنما نشعل شمعة جديدة إن شاء الله نحو الازدهار والنماء والمحبة بإذن الله تعالى. أريد أن أقول شيئا، طبعا الأساتذة كل عام هم بخير، كل عام ونحن نستفيد منهم، أن ندعو دعوة بنتي أن يجعل الله عز وجل هذه القناة دائما بنتي في تطور في ازدهار، لأن المحبة التي تجمعنا بهذه القناة بنتي لا يعلمها إلا الله. ونظل بإذن الله تعالى في ظل هذه المعاني وفي هذه المحبة بإذن الله تعالى حتى نلقى الله عز وجل ويظلنا بظله، لأننا حبنا لله عز وجل. وإن شاء الله يا ربي بنتي ابتسام، يا ربي ونحن كجزائري لا تكون مناسبة إلا ونذكر فلسطين وأحبتنا في غزة. أكيد. نسأل الله عز وجل بحق الصالحين فينا ألا يأتي العام القادم إلا وتكون الغمة قد فرجت عن إخواننا إن شاء الله يا أمين. رب العالمين. أمين يا رب العالمين بإذن الله تعالى. وبوركتم حبيبتي، بوركتم إن شاء الله يا ربي كل عام ونحن في تألق ونحن أوفياء. ونحن لماذا؟ لأننا نسعى أن نلقى الله عز وجل على هذه المعاني الطيبة الجميلة. بوركتم، الله يحفظ لنا العلماء نتاعنا بنتي، ونحن في المتابعة لماذا؟ لأننا نطمح أن نلقى الله عز وجل في الجنة رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. في أمان الله، استودعكم الله. بارك الله فيكم أم محمد من معسكر، شكرا على وفائكم الدائم لبرامج قناة القرآن الكريم. شكرا لكم أيها الأفاضل أيها الكرام على متابعتكم الطيبة ومساندتكم دوما لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله، أن يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، وأن يسكننا فسيح جناته يا أرحم الراحمين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين وإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل بقاع العالم. ولازلنا معكم مشاهدينا في رحاب هذه الجلسة وهذا البلاطو الأول بعنوان لا تحزن إن الله معنا، من هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه قناة القرآن الكريم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. ابقوا معنا إلى غاية منتصف النهار بحول الله تبارك وتعالى، ونواصل النقاش مع البروفيسور في الشريعة الإسلامية عقيلة حسين. أستاذ عقيلة، بعدما قال الشيخ تفضل شيخنا محمد بالعالي بذكر الاستفاء النبوي والهدي وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وسماته وخصاله، نتحدث الآن عن الصحابة ومن آمن به ومن شجعوه ومن ساندوه. عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. لو تقفون عند معنى هذا الحديث الشريف، ومن هم الصحابة وما هي صفاتهم؟ نعم، بارك الله فيك، تحية لمن حيانا، بارك الله فيهم، ومن بارك هذه السنة المباركة إن شاء الله علينا وعليكم جميعا مشاهدين الأفاضل. فعلا ابتسام، النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله عز وجل بالقرآن وبجبريل وبالملائكة وبالتوفيق وبالوحي، وأيده بهؤلاء الأفاضل الكرام الرجال الذين اصطفاهم ليكونوا صحابته وصحبته ونصرته وإخوانه وأصدقائه وفي الشدة والرخاء. ما معنى صحابي؟ الصحابي عند أهل اللغة من صاحب وصادق ولازم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في عرف المحدثين والعلماء الأصول يقولون أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم
ورآه مؤمنا به ومات على الإيمان عليه الصلاة والسلام. يعني صورة الصحابي هو هذا. الآن لازم طويلا، لازم قصيرا، مدة قصيرة، لازمه سنوات طويلة، جاء وأسلم على يديه ورآه ثم عاد إلى بلدته ثم مات على الإسلام وثبت فهو صحابي. فهؤلاء هم الصحابة. إلا أن الصحابة درجات، صحبة طالت، صحابة الأوائل، صحبة قصرت، صحابي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة مهاجرون والأنصار، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل وصفهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. رضا الله سبحانه وتعالى أتى من هذه الصحبة والنصرة. ولو ضربت مثالا قصيرا في هذه الهجرة، في موسم الهجرة، في أيام الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أيد في الهجرة بصحبة بأنس أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الرحلة. وأيد بفداء علي بن أبي طالب بليلة مبيته، وتفاصيل كثيرة ولكن فقط أمثلة على الصحبة. فدى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبيت قريش محوط البيت كله بالسلاح مستعدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. وعلي عليه الصلاة والسلام، وعلي نائم رضي الله عنه، نائم في وملتحف ببردة النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. صحبته هو أبو بكر، عمر الفاروق حينما خرج، أنا مهاجر، من أراد أن يتبعني فليتبعني. الصحبة هؤلاء الذين كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيعوه تحت الشجرة، ثم كانوا ينتظرونه في المدينة المنورة حينما ضاقت عليه. شوفي أستاذة ابتسام، في صحبتنا في هذه الدنيا لو أسدى إلينا إنسان معروفا في وقت، في مسافة طويلة في الحياة، في معروف في وقت معين، في وقت ضيق، في وقت ضيق، في حالة معينة، في مرة واحدة في عمرنا الطويل، في هذه الصحبة الطويلة، وقت الشدة، ملازمة، وفاة، في أي حال، لن ننسى ذلك المعروف، لن ننسى ذلك المعروف، سبحان الله، ونعتبره الصديق الصدوق. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لو تتبعنا مسيرتهم كم فعلوا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن أبي ثابت حينما رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، خرج معه إلى الطائف حينما أراد أن حينما هجم عليه سفاءهم وأوباشهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، كان له درعا، قال جرح النبي وأنا كانت الحجارة تقع علي. فهذه الصور في النصرة وفي الإيمان وفي الفداء، من يأتي بماله، كل عثمان يأتي ماله كله للإسلام، سبحان الله، وذاك يأتي بنصف ماله، وذاك يأتي بجهده، وذاك فداك النساء. فهؤلاء هذا الطبقة من الجيل التي كان لها فضل في أن تنقل لنا هذا التشريع وهذا القرآن أولا، والسنة ثانيا، والسيرة ثالثا. لو لم تكن هذه الطبقة، نقول مشاهدينا، لو ألغينا طبقة الصحابة، ماذا سيكون؟ سيقع لنا ما وقع للديانات السابقة، تحريف وتشويه. فحينما الصحابة حافظوا على جمع القرآن، على عليكم الأمانة بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي رضي الله عنهم جميعا، الآن سب الصحابة لا يجوز، يحرم، عقيدة يحرم سب الصحابة مهما كان. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إمام مالك رحمه الله ماذا قال؟ قال علموا أولادكم حب أبي بكر وحب عمر. فهذا التربية التي حينما نحب هؤلاء الصحابة، لماذا نحبهم؟ لأن لهم فضل نقل الرسالة إلينا، لهم فضل السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، لهم فضل الرواية الأولى لهذا الدين، لهم فضل أنهم حينما استلموا المشعل رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحملوا تلك العقيدة السليمة، ونقلوا لنا تلك الرسالة. فمن الوفاء أن نحبهم ونتبعهم، ولا يجوز سبهم أبداً.
بارك الله فيكم وسادتنا وأحسن الله إليكم. باختصار شديد فعلا هم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا تربوا على يد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وحملوا لنا رسالة هذا الدين العظيم، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وما ركزت عليه البروفيسور عقيل حسين هو يجب تربية النشأ على محبة هؤلاء الصحابة، وأيضا من ثم الواجب علينا دوما الاعتراف بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا بالفضل وتعظيمهم وتوقيرهم والانتصار لهم إذا ما انتقص منهم أحد. فاصل إنشادي ولنعود بحول الله. أجمل منك لم تر قط عين الله الله، وأكمل منك لم تلد النساء صلي وسلم وبارك على سيد العرب والعجم محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا وسلم وباركوا مشاهدينا على الحبيب المصطفى على الرحمة المهداة للأمة جمعاء. ولازلنا معكم في رحاب البلاطو الأول من اليوم المفتوح الذي تنظمه قناة القرآن الكريم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، ونواصل النقاش مع ضيوفنا الكرام ومع شيخنا أبركان بن عيسى.
شيخنا بركان بن عيسى، أجمع أهل العلم من أمة الإسلام على أن القرآن الكريم نزل من السماء الدنيا على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين مفرقا على فترات. لو تقفون على بعض المقاصد والحكم من نزول القرآن الكريم مفرقة حسب الوقائع والظروف والأحوال. نعم، بارك الله فيك. الحكمة من نزول القرآن مفرقا أو منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. المجتمع المكي، القرآن المكي دائما يتحدث عن العقيدة. لا. لأن المجتمع في ذلك الوقت كان مجتمع تاع الشرك. لا. تغلبه غالبية الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، ولذلك الحكمة من نزوله مثلا من العادات التي كانت أصيلة ومتجذرة في المجتمع المكي أنهم كانوا يعكفون على عبادة الأصنام، فركز المولى تبارك وتعالى نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع. ما من واقعة أو حادثة حدثت في المجتمع المكي إلا ونزل القرآن لمعالجتها. نعم. مثلا في باب صيف لنا هذا الإله الذي جئت به تعبده، هل هو من ذهب أو كذا أو كذا، قل هو الله أحد، وغيرها من النصوص القرآنية الكريمة التي نزلت منجما ومفرقا تعالج هذه المشكلات التي لها علاقة بعقيدة الإنسان ليتأهب. لأنه من المستحيل أن ينزل القرآن الكريم ويدعو هؤلاء أن يتمسكوا بباب العبادات وباب الأخلاق إلا إذا رسخت العقيدة الصحيحة في قلوب هؤلاء. نعم. كانوا يعكفون على شرب الخمور مثلا، وكانت الخمر في ذلك الوقت جزءا لا من حياتهم، دورة دموية تمشي فيهم لا يستطيعون أن يتخلوا. نعم. بذلك كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يزيله جملة وتفصيلا ويقول دعوا الخمر ولكنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك إلى أن قال سيدنا عمر بين لنا يا رب سبحانه يدعي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون. فسيدنا عمر قال انتهينا يا رسول الله، وكل من كان له قارورات من الخمر وكذا كمية كبيرة إلا وأرقوها في الأرض. نعم. فالحكمة من نزول القرآن منجما هو حكمة ربانية إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكمل سيرته، وكذلك تلك الحقبة التي كان ربما عدد الذين اعتنقوا الإسلام فيها قليلة. نعم. من أجل أن يؤثر هذا القرآن في أولئك الذين كانوا يترددون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون القرآن. مثلا نذكر على سبيل المثال وليد بن مغيرة، بعثه قومه وهو كان من سادة قريش في ذلك، له زعامة وله، وكان من أفصح وبلغاء العرب في ذلك الوقت. من يتحداه؟ يعرف الشعر، يعرف البلاغة، يعرف يفرق ما بين هذا كلام الله وهذا كلام البشر. فأمروه أن يذهب ليجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به لما وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن جلس يستمع وتأثر، وعلم بأن هذا الكلام الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلام بشر. نعم. ثم بدأ يعترف لقومه حينما عاد وقال إن عليه لطلاوة وإن به لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله وما يكون بكلام بشر، فإنني سمعت الشعراء والدهاة والعرب قديما فلم يشبه هذا الكلام كلام غيرهم. نعم. معنى ذلك أنه ثم ونزل، فنزل قوله تعالى في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يثر إن هذا إلا قول البشر. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مكالمة هاتفية، الإمام يحيى بوشابو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله. عام هجري سعيد، كل عام وأنتم بخير. الذين هم معك في المجلس. نعم شيخنا، عام هجري سعيد، كل عام وأنت بخير. أمين يا ربي، أمين لنا ولكم إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة يعني الدعاء عند دخول الشهر الجديد والعام الجديد هذا مشهور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء عند دخول الشهر كما يتعلمون القرآن. إذا دخل الشهر أو السنة يقول أحدهم للآخر اللهم أدخلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أمين. وحفظ من الشيطان ورضوان من الرحمن. أمين يا رب. نحن إن شاء الله تعالى ندعو بدعائهم وعلى هديهم وسمتهم نتفائل إن شاء الله تعالى بعام هجري جديد تزداد فيه الأمة الإسلامية طاعة لله وإقبالا عليه، وتزداد فيه الأمة وحدة وتعاونا على الخير،
وتزداد فيه أمة الإسلام قوة وعزة ونصرة على الأعداء. عام إن شاء الله تعالى نستبشر فيه ببشائر النصر في أرض فلسطين المباركة، وتحرير المسجد الأقصى، وحلول السلام بأرض السودان، وعزة الأمة الإسلامية جمعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العام الجديد أن يمن علينا بصلاح الدين والدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل حياتنا كلها زيادة في الخير، وإن شاء الله تعالى ربنا يصرف عنا السوء. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وإمامنا محمد، شيخنا وإمامنا يحيى بوشابو. عام هجري سعيد، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم اجعله عام خير علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. ومعنا أيضا المرشدة الدينية هدى منير العطاف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أختي ابتسام. عام سعيد، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وعافية، وقناة القرآن الكريم بخير إن شاء الله، مزيدا من التألق والنجاح، مزيدا من الهداية. حقيقة قناة هادفة هي نبرة الأمان وصمام الأمان لهذا الجيل. إن شاء الله عام مبارك لقناة القرآن الكريم، لكل طاقمها، شيوخها وأساتذتها، بارك الله فيكم. في هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أبارك لشعبنا الجزائري قيادة وشعبا بهذا العام، هذا الحدث العظيم، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تحمل معاني مؤانسة وتحمل معاني الخير والبشر. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته البشر والتفاؤل، دائما يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا وتفاءلوا ولا تنفروا. فإن شاء الله بمناسبة هذا العام محمد أهنئ الأمة الإسلامية بهذه المناسبة، بهذا الحدث العظيم. ولا بد هنا بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة هجرة رسول صلى الله عليه وسلم، أن يقف أمامها وقفة تأمل واعتبار وتدبر. الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرنا هذه الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عفوا الاتصالات تأتي وتقطع، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمى بإنسانيته ورحمته غادر مكة متخفيا ضعيفا، عينه تبكي وقلبه حزين لقسوة الفراق. عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة ملتفتا إليها بنظرة حزينة: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هجرة تحمل معاني البطولة والتضحية والإخلاص والتفاني في هذا الدين، تاركا أهله وماله وعرضه وذكرياته وراء ظهره، ذاك الرحيل المر معه إيمانه وثقته بربه وبنصره. هذه القصص قصة كثير من الناس اليوم أجبروا على ترك أوطانهم لأنهم طمعوا بحرية. أقول لهم: لا تيأسوا، هجرة نبيكم أكبر سلوان لكم. هاجر وحيدا ثم بعد أعوان رجع إلى بلده عزيزا منتصرا حاملا لواء، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أقول لأهلنا في غزة إن شاء الله هذا العام يحمل البشائر، بشائر النصر والتمكين والعزة، ولكل المستضعفين في بلاد المسلمين. فكما كانت هجرة نبيكم طريق نصر وعزة وتمكين، إن شاء الله هجرتكم ورحيلكم إن شاء الله طريق نصر وعزة. كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية جميع بخير يا رب، ومزيدا من التألق والنجاح إن شاء الله. بارك الله فيكم المرشدة الدينية هدى منير العطاف على هذه الكلمات القوية والمعاني التي لمست القلوب، كلمات خرجت من قلوبكم ولمست قلوبنا وقلوب مشاهدينا الأفاضل. فعلا هو عام تجديد عهد مع الله، هو عام يقين وثبات. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى إلينا. ولازلنا معكم مشاهدينا في رحاب هذا البلاطو الأول من اليوم المفتوح بعنوان لا تحزن إن الله معنا، من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائرية. ونواصل النقاش مع البروفيسور سامية جباري. بعدما تفضل شيخنا في نزول القرآن الكريم مفرقة، لقد كان أول ما نزل من آيات القرآن الكريم هي الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بهذه الآيات وضع الله تعالى معالم الرسالة الإسلامية الخالدة، وهي رسالة العلم
والمعرفة والحقل. السؤال الموجه إليكم أستاذتنا، على ماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم من خلال دعوته في المرحلة المكية، وما هي الدروس التي يجب علينا أن نتعلمها؟ بالنسبة لما ركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة في العهد المكي، لابد أن نقف عند هذا العهد. نحن في بداية اللقاء تحدثنا عن بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذا حتى جاءت الدعوة المحمدية، فنجد أنه فترة العهد المكي تعتبر أهم فترة في بناء الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام بنى الإنسان في أول خطواته. لماذا؟ لأنه قضية الهدم سهل جدا، لكن أن نبني إنسان في جو أخلاقي فاسد إن صح التعبير في الضلالات الشركي، فهذا أمر صعب جدا. لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه مؤيد بالوحي ومنصور، لكن هذه الدعوة لم تأتي هكذا مباشرة، وأمن به الصحابة دون جهد ودون عناء في التربية. فبدأ أول ما بدأ ببناء هذا الإنسان كي يخلصه من براثن الجهل، براثن الشرك، يخلصه من الأخلاق الفاسدة، ويحاول أن يملأه بميزان الشرعي وميزان العقلي وميزان القيمي الإسلامية. بناء هذا الإنسان على ماذا ركز؟ أول شيء من بين الأمور التي يمكن أن نستفيد منها خلال العهد المكي، وحاول أن لا أطيل، أعطي نقاط أساسية. أولا بناء العقيدة الصحيحة. ركز النبي صلى الله عليه وسلم على بناء العقيدة الصحيحة، ركز عليها المشايخ، لكن أعيد ذكرها لأن هنا مهمة جدا. عمل النبي عليه الصلاة والسلام على إخراج هؤلاء الصحابة وأتباعه من ضلالات الشرك ببناء الجانب الإيماني الروحي القيم الأخلاقي فيهم. نزع تلك الأصنام الموجودة في قلوبهم في عقولهم والتي كانوا يعيشون بها صباحا مساء، نزعها منهم وصاروا ينظرون إليها وكأنها لا شيء. هل هذا أمر سهل؟ وليس سهل. كانوا يطوفون عليها صباحا مساء، فنزعها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من الله سبحانه وتعالى، نزعها من عقولهم من قلوبهم، فصاروا عندما يطوفون لا يعيرون اهتماما لتلك الأصنام، إنما يطوفون لله الواحد القهار. الأمر الثاني ركز على الجانب القيمي الأخلاقي، أنكر المنكرات وأبعدهم عن فساد الأخلاق، وحاول أن يصيغهم في قالب أخلاقي قيمي فاضل، الكرم، الأمانة، الصدق، عبادة الله، توحيده، عدم الخروج عن هذه الأخلاق العامة التي هي مكارم الأخلاق والتي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها فيهم، وأبعدهم عن المنكرات. الأمر الآخر هو مسألة أن بناء العقيدة، أركز على بناء العقيدة أنها مهمة جدا في الدعوة الإسلامية. معناه نحن اليوم نستفيد منها درس، عندما نريد أن نبلغ دعوة الله لابد أن نبدأ من الجانب العقدي ونصحح هذه العقيدة بأسرنا وبأبنائنا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بين الأمور التي عملها هو استصحاب مشاهد الآخرة في بناء هذا الإنسان. دائما يذكر القرآن الكريم الذي نزل في مكة، يركز على هذه المسائل، على اليوم الآخر، على الجنة، على النار، على الخير، على الشر، على توحيد الله سبحانه وتعالى، على الكون والنظر فيه، أمور كثيرة تحاول أن تبني هذا الإنسان البناء السليم. مسألة أخرى ذكرها شيخنا الفاضل، مسألة التدرج. بنى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على مسألة التدرج في الأحكام وفي التشريعات، فعندما تأتي آية معينة أو حكم معين لتطبيقه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمهد لذلك، كان يمهد لذلك، يبسط لهم الأمور، يحضرهم، يمهد لهم، نعم، يحضرهم كي يطبقوا، كي يطبقوا، وعندما ينزل ذلك الحكم الشرعي فإنهم بسلاسة يمشون وراء هذا الحكم ويطبقونه بكل أريحية. أيضا بنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان على الأخوة الإيمانية. على الأخوة، لأنه عالم ونحن لحد اليوم نعيش بعدنا الأخوي الذي دمرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن في الأخوة البنيان المرصوص. شدوا على أيديكم بعضكم لبعض كالبنيان المرصوص. فبهذه الأخوة، ولدينا في الهجرة أكثر مثال، أنه أول ما بدأ في التآخي بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة، لأنها أساسية في هذه الدعوة، وكلما اتحد المسلمون، كلما كانت الأخوة الإيمانية ربانية، كلما استطاعوا أن يكونوا في أريحية في تبليغ هذه الدعوة. وأيضا من بين الأمور التي بناها في هذا الإنسان هو محاولة إبعادهم عن التقاليد والموروثات والأفكار الخاطئة التي كان عليها الأجداد والآباء. كثيرا ما كنا نسمع عن الأوائل يقولون أنها كان عليها آباء، ألفنا عليها آباءنا وأجدادنا. ثم أريد أن أشير إلى نقطة أساسية، هي مسألة الابتلاء.
الابتلاء هنا لماذا الابتلاء؟ لكي يعطينا الله سبحانه وتعالى درس في التمحيص في الصبر والجهاد ثم التمحيص. ما أقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد بناء الإنسان الهجرة. الهجرة قبل أن تأتي مرحلة الهجرة محص الله سبحانه وتعالى الصادقين من غيرهم، الأتباع الصادقين من غيرهم، الذين يؤيدون النبي عليه الصلاة والسلام ويكونوا أهلا لحمل هذه الدعوة من غيرهم. فأرشدنا إلى أن الابتلاء سنة الدعوات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه بشكل موجز بعض الأمور التي عمد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في بناء هذا الإنسان الذي حمل رسالة لو حملتها الجبال والأراضي ما استطاعت من ثقلها. بارك الله فيكم سادتنا سمية جباري. وفعلا ركز الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام على مسألة العقيدة، فالعقيدة العقيدة والحياة كلها في العقيدة، ومرحلة بناء الإنسان هي أهم مرحلة في المرحلة المكية، وتدرج في الوصايف وصايا حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونهى عن العادات وعن الموروثات التي لا تمد بصلة للإنسانية وللإسلام. وشيخنا محمد بالعالي، ننتقل بالحديث عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وحياته كلها صبر ومصابرة، جهاد ومجاهدة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في جهد دؤوب وعمل متواصل وصبر لا ينقطع منذ أن نزلت عليه أول آية حتى آخر لحظة في حياته. لو تشيرون إلى بعض المواقف التي تجلى فيها صبره عليه الصلاة والسلام وما تعرض له من أذى من قومه وعشيرته وأهله. أكيد أكبر ما يضر العاقل هو اتهامه بالجنون مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعقل الناس، وأكبر ما يضر الصادق أن يتهم بالكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. وتخيلي معي أن هذه أول الإيذاءات التي أوذي بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن نزل عليه الوحي وذهب ليخبر الناس وجمعهم، أول واحد يقف في وجهه عمه أبو لهب يقول له تبا لك سائر اليوم، ألهذا خلقتنا؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام استشعر ردة فعلهم فقدم مثالا لهم حتى لا يكذبوه، قال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، لو أخبرتكم بأن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. لكن حينما قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم كذبوه صلى الله عليه وسلم. فهذا أول الأذى الذي كانت الأستاذة تعطي مثال لذلك الإنسان الذي يفعل الخير. تخيلي معي إنسان تقدمين له ذلك الخير وأول ردة فعل هو أن يؤذيك، هذا أذى عظيم جدا. أول الأذى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين يصبح ذلك الإنسان الذي يتهم بكل نقيصة عليه الصلاة والسلام، هو يدعو إلى الله من ورائه عمه يقول لهم لا تصدقوه فإني أعلم الناس به وإنه كذاب. تخيل معي هذا الأذى، فهذا أذى عظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه كما فعل ابن أبي معيط، حينما عقبة بن أبي معيط حينما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء هذا الرجل الشقي بسل الجزور ووضعه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله سبحانه عز وجل، يحاصر النبي عليه الصلاة والسلام في شعاب مكة ويبقى هذه المدة العظيمة سبحان الله لا يصل إليه طعام ولا شراب، بل كان وصل بهم الحال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو من هو حتى يأكل أوراق الشجر وقشور الشجر صلى الله عليه وسلم، حتى يقول هو والله ما كان يصلنا إلا ما يخفيه إبط بلال رضي الله عنه وأرضاه، لا يزوجوهم لا يكلموهم عليه الصلاة والسلام، يرى أصحابه وهو الرحيم أصحاب يعذبون أمامه فلا يجد إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه إذاءات عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأنه إعداد لما يأتي بعد ذلك من الهجرة، يخرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ويريد أن يبدل لعل القوم هناك يسمعون لدعوته. شيخنا محمد بالعالي عن الطائف وهو ما ستفصل فيه في حول الله تعالى البروفيسور عقيل حسين. تكالبت الأحزان على النبي عليه الصلاة والسلام وزادت عليه الهموم
وتضاعفت بوفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب في عام واحد، فضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به الحال، وفكر في أن يتخذ أسلوبا آخر للدعوة بتغيير المكان علّه يجد قبولا، فاختار الخروج للطائف وكله أمل أن تكون أرض إسلام وأرض خير وأرض بركة. لماذا الطائف وكيف كان رد أهلها؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السلسلة من الابتلاءات التي حدثت له، وهذه الابتلاءات لا يتحملها إنسان طبيعي عادي، وتحملها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت متوالية. الطائف قريبة من مكة، فكانت الطائف تقريبا تبعد 150 كيلو على حسب الخريطة الجغرافية من مكة، فرأى بأنه يمكن أن يجد فيها أملا لهؤلاء الناس وينتقل من 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 أرض إلى أرض، عساه يدعوهم إلى الإسلام فيتقبلون هذا الدين. والحصار ضاق به، حصار شديد في مكة المكرمة، فخرج وتوكل الله سبحانه وتعالى، إلى أن حينما وصل وجد بأن الطائفة وأهلها كانوا أشد خطرا من قريش وأهله الذين كانوا يعرفون صدقه وأمانته، ولكن حاربوه. الآن لماذا الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا الأذى؟ في حقيقة بدايات الإسلام أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء، العبيد، الضعفاء، أقرب الناس إليه الذين يعرفونه. هؤلاء فهموا بأن هذا الإسلام هو دين الخير، هو دين النصرة، هو دين الحرية، العدل والسواسية، هو دين العدل والمساواة ودين الخير، فوجدوا فيه ضالتهم. قريش، هؤلاء صناديد قريش الذين حاربوا الإسلام، وجدوا التمكين لهم فقط، حفاظا على سمعتهم، حفاظا على مكانتهم، حفاظا على مرتبتهم الاجتماعية، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لأمور مصلحة شخصية فيهم، وليس لأن الإسلام ليس صحيحا أو ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادقا وأمينا وغير ذلك، لاعتبارات شخصية فيهم مصلحة، يريدون أن الرسالة، حسدوه صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن تكون رسالة لهم، أبو جهل، فيريدون أن تنتقل القيادة لهم، فرفضوا أن يكونوا هم والعبيد سواسية. وهذا كبر في الإنسان الشرير، فكان منهم كبر وكان منهم شر. وجد هذا الشر عند أهل قريش، وجده أكثر وأكثر في أكثر الطائف، أكثر حدة عند أهل الطائف. حينما بدأ بكبرائهم، خطب كما كانت تتكلم دكتورة سامية القبائل ورؤوس القبائل، فالحديث مع هؤلاء السادة وهؤلاء القادة، فوجد منهم صدا ورفضا للرسالة، مثل كلام الصناديد قريش، مثل ما كانوا يسمون أنفسهم. ثم لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم برفق أو يرفض نحن نرفض الرسالة وانتهى، بل قاموا بسلوك عملي خطير جدا، وهو أنهم آتوا بصبيانهم ومجانينهم وأوباشهم وأقبح البشر عندهم وأقل أخلاقا عندهم، نعم، وأراذيلهم، ليمسكوا الحجارة فيضربون بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من 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 الصور الصعبة جدا التي يمكن أن تستوقفنا في تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي شدة ابتلائه، لكي تصل إلينا نحن الأجيال هذه الرسالة. وكان صابرا محتسبا، والله سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل. نزل جبريل لنصرته، لأطبق عليهم الأخشبين في هذه النقطة أستاذتنا الفاضلة. وفي نقطة جبريل أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، يفصل في ذلك إمامنا وشيخنا أبركان بن عيسى: على الرغم من قساوة وشدة ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، لأن أهل الطائف كانوا أكثر شدة وحدة وقساوة من أهل قريش الذين هم أهله وعشيرته،
ونزول ملك الجبال لتنفيذ ما يريد، إلا أنه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد برهن على قلبه الكبير ورحمته واحتماله للأذى وشدة صبره ويقينه بالله سبحانه وتعالى بكل صبر وبكل ثبات. ما هي العظات والعبر التي نستخلصها من رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ومن هذا الموقف بالذات؟ الله فيك. الأستاذة تتحدث أنواع الابتلاءات والمصائب التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أشد الابتلاءات. لو وقعت لإنسان آخر ربما يستسلم ولا يستطيع أن يواصل مسيرة الدعوة التي كلف بها. ولذلك هذه الابتلاءات التي تقع ربما قد تكون ابتلاءات بسيطة وصغيرة ويستسلم المرء ويستسلم ويهون تلك الأمور. هذه من بين النماذج والدروس والعبر التي نستخلصها نحن كمسلمين، بأن الصراع بين الحق والباطل لا يزال قائما إلى قيام الساعة، وبالتالي الإنسان دائما يبتلى في هذه الحياة. نحن في عصرنا هذا وكأننا أردنا من الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا جنة الآخرة وأن يضعها في دنيانا. ولذلك عبر القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ذلك عبر في آية أخرى من سورة آل عمران فقال: وكأي من نبي قتل، وفي قراءة قاتل، ومعه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وراء الصبر ينبغي أن يؤيد الإنسان نفسه بالدعاء ليعلم أن في حالة الشدة الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه، لأنه مؤمن عنده يقين بالله تبارك وتعالى. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، حينما نظر رب العزة جل وعلا إلى نبيه وهو طريد من مكة، ثم ذهب إلى الطائف، فأينما ولى وجهه وجد الحصار ووجد الابتلاءات ووجد الناس، فأيده قال في آية أخرى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم بعث له الأمين جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ نبيك السلام وأخبره بأنه إذا شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أن تقول فقط نعم وأنا أطبق، سأرسل ملك الصواعق والعذاب أن يطبق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، فقال: لا، ولكن أدعو لهؤلاء أن يخرج الله من أصلابهم من يموت. تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم. هيأ الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب الأعداء من نصروا الإسلام وفتحوا وذهبوا بعيدا عبر التاريخ وعبر الفتوحات الإسلامية. تجسدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع. وهنا الآية الكريمة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه من بين الدروس والعبر والنماذج التي ينبغي أن يتحلى الإنسان بها في هذا العصر، لا سيما هناك صراعات بين الحق، تكالب وتآمر على الإسلام والمسلمين. فطارة يلقبون هذا المسلم بأنه متطرف إرهابي وينعتونه ويريدون أن يضللوا الرأي العام بالإعلام الذي أصبح يسوق صورة الإسلام على أن هذا الإسلام هو إسلام إرهاب، ليس إسلام سلام. تغيرت عندهم. ولذلك كلما عرف الغرب حقيقة الإسلام إلا ودخلوا في دين الله أفواجا. وهذا سر الإسلام أن ينتشر عبر الأزمنة إلى قيام الساعة. بارك الله فيكم شيخنا. إذن مشاهدين، الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم الدين. مهما اختلفت أساليب الباطل فإن الحق منتصر لا محالة، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلنتشبث دوما بحبال الدعاء وبالصبر واليقين والأخذ بالأسباب حتى تكون النتائج بحول الله تعالى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. بروفيسور سامية جباري، عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف إلى مكة حزينا كثير النفس، وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمحن فيما أصابه من أهل الطائف ومما سبقها من ابتلاءات، جاءت معجزة الإسراء والمعراج، منحة ربانية خالصة، مواساة وتثبيتا وتكريما للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. دلالات حادثة الإسراء والمعراج ومقاصدها. حادثة الإسراء والمعراج، لو تلاحظين أنه كل المداخلات تصب في مضمار واحد، تصب كلها في تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، في تهيئة هذه الدعوة الإسلامية لمن يحتضنها. أكيد حادثة الإسراء والمعراج جاءت في مرحلة الحزن،
مرحلة أنه كله تخلوا عنه، مرحلة موت أبي طالب الذي وقف وسانده، موقف موت سيدتنا خديجة، ثم الشيعة في شعاب مكة وحصارهم الشديد، ثم مسألة الطائف. فهنا هذه الأحزان كلها التمت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت رحلة الإسراء والمعراج. كأن الله سبحانه وتعالى يقول له إذا أغلقت عليك أبواب الأرض فباب السماء قد فتح لك. بعد العسر فرج. وهي تثبيت لقلبه، إعطائه قوة، إعطائه احتواء. ثم أراد أن يظهر له هذا الغيب وعالم الغيب حتى يعطيه من القوة والصلابة كي يواجه ويستمر في هذه الدعوة، ويقول له أنا معك. الشعور بمعية الله أمر مهم جدا في الرسالة المحمدية، وهذا أمر لابد أن نشير إليه، أننا في الدعوة إلى الله وفي إرساء مبادئ وقواعد هذا الدين نحتاج دائما إلى معية الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. هذه المنحة جاءت بعد محنة، وهذه رسالنا جميعا أنه عندما نكون في ابتلاء في محنة معينة، إذا ما تمسكنا بالله سبحانه وتعالى ورفعنا أيدينا إلى السماء وتوجهنا إلى الله، أكيد سيرفع عنا هذه الغمة ويستبدل أوقات الصعب، أوقات المحنة بمنحة عظيمة. فمنحة منحة الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أطلعنا على الغيب. أتاه بدون حجاب، بدون رسول، أطلعه وجالسه مع الأنبياء والمرسلين قبله والرسل قبله، يعني مشاهد يوم القيامة. أية عظمة هذه التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام. من بين الأمور التي يمكن أن نقف عندها في حادثة الإسراء والمعراج هي قضية السطح بالحق. قضية السطح بالحق لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى بيت المقدس، تعرف على علاماته، على الكثير من تفاصيله. فهنا لما رجع تحدث وهو ممتلئ بالقوة ومتوكلا على الله، وأعطاهم بعض العلامات التي لا يمكن لأهل قريش إنكارها، فصدح بالحق وهو في كامل قواه. جهاد وصبر، صبر النبي عليه الصلاة والسلام عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. من بين الأمور اللي ممكن في مسألة الإسراء والمعراج قضية أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألة مهمة، هي قضية الصلاة. أولا أهمية الصلاة وأهمية الحفاظ عليها لأنها عماد الدين، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم في الصلاة جزئية أخرى هي الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، تدل على ماذا؟ على أنه استلم المشعل، استلم القيادة، وأن كل الشرائع التي قبله قد نسخت، وهو خاتم الأنبياء في قيادته للأنبياء. إذن هو خاتم الأنبياء لذلك، وقد نسخت الشرائع السابقة. قضية اللبن والخمر عندما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما حلال له في ذلك الوقت، اختار اللبن دليل الفطرة، فخاطبه سيدنا جبريل بأنك اخترت الفطرة وأن دين الإسلام هو دين الفطرة. أكيد الفطرة فيها نوازع، فيها احتياجات، فيها غرائز، لكن الدين سيهذبها بما يتماشى مع هذه المسألة. إذن من بين النقاط الأساسية التي نستلهمها من الإسراء والمعراج أهمية لماذا أسرية؟ لماذا أخذ إلى بيت المقدس؟ ليعطينا قيمة هذا البيت. بيت المقدس الذي كان القبلة الأولى للمسلمين هو بيت عظيم، ولابد علينا أن ننصره، ولابد علينا أن نقف معه، ولابد علينا أن نحمي حرمته. أيضا من حتى ذكروا لبيت المقدس فيه دلالات أخرى، أن من مس بيت المقدس مس بيت الحرام. المقدس والحرام ربط كبير بينهما، من مس بيت المقدس وكأنه مس بيت الله الحرام. من أذى بيت المقدس أذى بيت الله الحرام. وفيها رسالة عظيمة للناس جميعا أن تحموا بيت المقدس كما تحمون بيت الله الحرام، ولا بد علينا أن ننصره، ولا سيما نحن في هذه الأيام المباركة والتي يتعرض فيها المسلمون عامة وبالخصوص في بيت المقدس إلى انتهاكات عظيمة. وجب علينا نصرة إخواننا في بيت المقدس ونصرة إخواننا الفلسطينيين بجميع فصائلهم، حتى يعود هذا الدين كله لله، ويكون هذه الأرض المباركة المقدسة الطاهرة هي ملكا للمسلمين جميعا. بارك الله فيكم أستاذتنا. إذن حادثة الإسراء والمعراج كانت ربطا على قلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدما توالت عليه الأحزان والهموم، وأكد من خلالها على فيوض رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وعلى أهمية الصلاة، وهي معراج العبد المؤمن إلى ربه، وأن ذلك البيت بيت المقدس مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجب علينا حمايته ونصره كل بما يستطيع، بالدعاء، بالصدقة، و
ونسأل الله سبحانه جل وعلا أن ينصر إخواننا في تلك الأرض الطيبة المباركة مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أكد من خلالها أن تلك الأرض الطيبة وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. شيخنا محمد بالعالي المتأمل في أحداث السيرة النبوية الشريفة سيجد دروسا بليغة للمسلمين عامة وللجزائريين في ذكرى استرجاع السيادة الوطنية ولأهلنا في غزة في محنتهم الكبرى، فالأحداث فعلا تتكرر وإن كانت الأشكال تختلف بحسب الزمان وأدواته ووسائله، ولكن القيمة الإيمانية والتشريعية هي واحدة. لماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ وما الفرق بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة؟ أولا نلاحظ هذا الإعداد الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحب الكرام رضوان الله عليهم لحادثة الهجرة. نعم. فكان ذلك الصبر، تلك المعاناة كلها لله سبحانه عز وجل. كأن الله عز وجل يعد حبيبه ويعد أولئك الذين رباهم الحبيب لأمر أعظم من هذا تماما، وهو ترك الوطن. ولذلك اللحظ في قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنلاحظ أن هنا الأمر تصاعدي، الأول يثبتوك بمعنى يسجنوك، بعدها يقتلوك، ثم بعد ذلك يخرجوك. فكل ما حدث للصحابة في مكة كان إعدادا للهجرة، بما فيها ما كانت تسميه الأستاذة قضية الإسراء والمعراج، وهذه الضيافة الربانية. بعد النبي عليه الصلاة والسلام هنا بعث ببعض أصحابه إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة. نعم. وكانت هذه الهجرة هي فرار بالدين. نعم. يعني الذين ذهبوا إلى الحبشة فروا بدينهم، يعني حتى لا ربما لا يضطهدوا كثيرا ولا يعذبوا كثيرا، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هناك ليحافظ عليهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. بعدها جاءت الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينظر إلى وطنه الذي تربى فيه، وهنا يبين لنا قيمة البلد الذي يعيش فيه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جاء خارج ينظر إلى مكة يقول لها: والله لأنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله يقف مع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هذاك الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مرض أحد الناس جعل أصبعه هكذا في 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 فمه، ثم ألصقه في التراب، لصقت به شيء من التراب، مسح بها هذا الإنسان وقال: بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال الشيخ عبد الحميد بن باديس أن رواة الحديث جعلوا هذا في باب الرقى، قال: ولو أنصفوا لجعلوه في باب حب الأوطان. يبين قيمة هذا الوطن الذي يعيش فيه الإنسان. أكبر حاجة ربما يعذب بها الإنسان أن يخرج من بلده، أن يخرج من وطنه. ولذلك في الآية الكريمة قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكان ذنبهم أنهم قالوا ربنا الله، العقاب التحم الذي عوقب بهم أو الذي عاقبهم المشركون به أنهم أخرجوهم من ديارهم. هذا حدث لأبائنا في هذه الأرض المباركة حينما جاء المستضمر وأراد أن يستعبد أهل هذه البلاد، ويحدث أيضا لإخواننا في الأرض المباركة. وهذا تشابه كبير بين ما كان يعانيه النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام قبل الهجرة، وما عاناه آباؤنا وأجدادنا في مرحلة الاستعمار، وما يعانيه إخواننا اليوم في غزة. سبحان الله، هذا التشابه، كما أنه هناك تشابه في العدو وهو المكر والظلم والاضطهاد، هناك تشابه أيضا في الصبر والتحمل. تحمل الصحابة وصبروا، تحمل الآباء والأجداد وصبروا، ويتحمل إخواننا اليوم ويصبرون، ويأتي الفرج بإذن الله تعالى. يأتي الفرج بإذن الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة، وانتصر آباؤنا وأجدادنا، وخرج المستضمر من هذه البلاد، وسينتصر بإذن الله عز وجل، وهذا يقيننا بربنا، سينتصر إخواننا هناك في غزة العزة وفي فلسطين بإذن الله تعالى. الفرق أستاذة فقط في نقطة قليلة، أن الهجرة إلى الحبشة كانت فرارا بالدين، أما الهجرة إلى المدينة فكانت إقامة للدين. نعم. لأن هذا الدين فكرة،
هذه الفكرة لا يمكن للدولة. لا يمكن أن تنمو ولا أن تكبر ولا يمكن أن يعرف الناس قيمتها إلا إذا تجسدت في دولة. ولذلك نعم. ابن خلدون يقول أن الدول العظمى تقوم على الأفكار العظمى. هناك نعم. فكرة كبيرة تقوم بسببها دولة عظمى التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. بارك الله فيكم شيخنا محمد بالعالي. إذن المرحلة الملكية هي مرحلة بناء الإنسان، بناء العقيدة، بناء الأفكار، والمرحلة المدنية هي مرحلة بناء الدولة وبناء المؤسسات، ولا وجود لدولة دون بناء للإنسان. بروفيسور عقيل حسين، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام مكانه، فرد عليه: فداك نفسي يا رسول الله، وعمره يناهز 23 سنة. بعدما طمأنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن لا يخشى على نفسه ولن يصيبه مكروه. عبرة مستخلصة من هذه القصة. نعم، عبر كثيرة نستخلصها في هجرة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، بما فيها هذه العبرة، وهي عبرة الشباب. نعم، أن الدين الإسلامي في بداياته نصر بالشباب، وكان الشباب حول النبي صلى الله عليه وسلم كثر، واستطاع أن يربيهم ويوجههم ويعطيهم الكثير من قيم العقيدة وقيم الدين وقيم الصبر. نعم. يعني شاب مقبل على الحياة، أنا لماذا أفدي نفسي وربما تقتلني قريش، ويعرف ظلمهم وبطشهم وغير ذلك، إلا أن كيف تغير العقيدة الإنسان. لما رب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يسجد لصنم، وسبع سنوات كان أبوه فقيرا فاقتسم الأعمام والأسرة، فكان من حظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل، فتربى في بيت خديجة، شرب من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، وعلي يعرف بقوة عقله. نعم. وقوة وحكمته وقوة بدنه. نعم. فكان قوة بدنية، وكان قويا بدنيا وقويا عقليا. فسبحان الله، كان له الفضل في أن يختير في هذه الليلة المباركة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو فداء النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يقال أن نعم بأنه أول فدائي في الإسلام. نعم، أول فدائي في الإسلام في 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 وصفه. نعم. ومع الابتلاء يكون الصبر، ومع الصبر يكون التمكين. وهنا نربط الأسباب. نعم. بالعقيدة. فحينما الشباب يربطون الأسباب، علي ماذا فعل؟ رضي الله عنه ماذا فعل؟ نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وتغطى ببردته. حينما كانت قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من ثقب الباب يطيلون أو هكذا يلقون نظرة، فيقول النبي ما زال نائم صلى الله عليه وسلم، ما زال نائما، عليه الصلاة والسلام. لو كسروا الباب أو دخلوا لوجدوا عليا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من بينهم سدا ومن خلفهم سدا، وعلي مارس هذا الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصحبة. نعم. من الشباب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ورسلتنا للشباب أن النصرة لهذا الدين من الأقوياء. نعم. والشباب قوة، والشباب إقدام، وحكمة الكبار كما يقول أهل الحكمة، حكمة الشيوخ وهمة الشباب تؤدي إلى بناء المجتمع السليم. وفعلا حكمة أبي بكر بسنه والذي خرج مؤنسا النبي صلى الله عليه وسلم، وهمة علي رضي الله عنه الشاب الذي افتدى النبي صلى الله عليه وسلم، نجحت الهجرة. بارك الله فيكم أستاذتنا، ركزت على أمرين مهمين: لابد من وجود حكمة لشيوخنا ولكهولنا، وهمة لشبابنا حتى يصلح هذا المجتمع الطيب سبحانه، حتى يصلح هذا المجتمع وتعلو كلمة الحق بين أوساط مجتمعنا. وأستاذة بروفيسور عقيل حسين، وأنت تتكلمين وكأن سيدنا علي بن أبي طالب يقول لسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. صدق الله العظيم. شيخنا أبركان بن عيسى، المتأمل في أحداث الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة منذ خروج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مرورا بأحداث الطريق والسفر حتى دخول المدينة، يجد فيها معاني عميقة لمعاني التوكل واليقين، الإخاء
والعطاء. من هذه المواقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مع سراقة بن مالك رضي الله عنه أيضا. لو تفصلون في هذا الموقف وقوله لا تحزن إن الله معنا. الله فيك. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن هذا الخروج، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذي إذ متتاليات. نعم. تحقق النصر هنا، حتى وإن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا متأثرا لفراق البلد مكة المكرمة، ولكن هذا نصر، هذا نوع من الخطوات التي تحققت النصر بسيط، ثم يعقبه بعد ذلك نصر يتحقق حينما يبني دولة في المدينة ويؤسس لها جيشا وكذا وكذا، ثم يعود مرة أخرى ليفتح مكة من جديد فتحا دون إراقة الدم. هذه مقدمات لأنواع النصر، من بينها إذ أخرجه الذين كفروا، خرج منتصرا مؤيدا ولم يخرج يعني مذعورا، هذه إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار، خروج من مكة وخروج اختيار المكان الذي يأوي إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذ بالأسباب وأن يخطط لهذا الخروج، لم يخرج هكذا عبثا، وإنما اختار المكان المناسب، اختار الصحبة المناسبة التي تصاحبه في السفر، وهو سيدنا أبو بكر الذي كان يرافقه وكان دائما يثني عليه ويقول هل أنتم تاركوا صاحبي لهذا دائما هناك. ولذلك حينما يريد الإنسان أن يخرج ربما متأثرا محاصرا ينبغي أن يأخذ بهذه الأسباب وأن يخطط، يختار الصاحب المناسب، يختار المكان المناسب، حتى الوقت المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج وأراد أبا بكر خرج في وقت الحر الذي لم يألفه الناس في ذلك الوقت أن يخرجوا، فخرج لم يره أحد. نعم. وصاحب أبا بكر وقال له، ثم ذهب إلى, إلى, إلى الغار الذي هو يسمى غار ثور، مكث 3 أيام من أجل أن يكملوا مسيرة الهجرة وأن يخططوا. ومع ذلك تآمر عليه أعداء وكفار قريش، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أن يجمع بين الأخذ بالأسباب والتخطيط وحسن التدبير. نعم. ونحن للأسف الشديد الكثير منا لم يخطط ولم يحسن التدبير، متواكلين، ولذلك عاشوا في فوضى وفي همجية. ولو أحسنوا التخطيط وأحسنوا التدبير وجمعوا بين هذا وبين التوكل على الله لا وصلوا إلى ما وصل إليه أولئك الذين. ربما أعطيك يعني عينة فقط صغيرة، أن فهمنا للإسلام لو فهم الصحابة الإسلام كفهم المسلمين المعاصرين لم يخرج الإسلام من مكة، لا بقي في شعاب مكة، لم يخرج إلى المدينة ولم يخرج إلى الأمصار ولم تكن هناك فتحات. نعم. تغيير النظرة، نظرة الإنسان المسلم ينبغي له أن يكون عبقريا كما كان تحدث الأستاذ الكريمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته إلى الغار أبا بكر ركز في أن يخلف مكانه علي بن أبي طالب، لذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزع في ذلك الوقت، كذلك من بين الأمور التي استعان بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي كان يدله على الطريق وكان كافر. نعم. وهنا نستخلص بأن أريقط. نعم. عبد الله بن أريقط. ولذلك نستخلص بأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الفاجر. نعم. ليس بالضرورة أن ينصر سبحانه وتعالى دينه بالمسلمين، ربما في يوم القيامة يقيد لهذه الأمة. بركان بن عيسى، الوقت انتهى. وشكرا لكم بروفيسور عقيل حسين، شكرا لكم البروفيسور في الشريعة الإسلامية سامية جباري، شكرا لكم شيخنا وإمامنا محمد بالعالي، شكرا لكم الإمام والأستاذ بركان بن عيسى. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول لمسؤول الإرسال إبراهيم فزار، وفي الإشراف والإعداد كان معكم مراد بوشحيط، متابعة للزميلة فايزة صحرة، رئيس الوحدة طه فرسوس، رئيس التحرير المركزي نصير مزهود، إخراج نادية قادة، مساعدة في الإخراج دليلة مولاي، إشراف عام مدير القناة القرآن الكريم السيد أحمد فؤاد مسوس. كل عام وأنتم بألف خير وصحة ويمن وبركات، سنة هجرية جديدة، سنة تجديد عهد مع الله، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قناة القرآن الكريم.